بياش مانيل. هذا شو مانيل لفريق فياريال. الوان تو ممتازه كوتراب تلعب كره عرضيه خطير فريق فياريال ترتد والتصويب والهدف الهدف لفريق الفياريال واخيرا يسجل فريق الغواصه واخيرا يتمكن الفريق الاصفر من انهاء صعقدة التعادل السلبي. فياريال يصل لمرمى فريق اسبانيول على الكره كانت صعبه جدا على دييغو لوبيز. فياريال يتقدم بال1-0 تصويبه قويه من رودريجو هرنانديز. رودري يعلن عن تقدم فريقه. تغيرت النتيجة بهدف رودري. كرة ارتدت في مرة أولى. محاولة كانت من أونال. شوف الإعادة مرة أخرى. أمامنا. رابا. الوانتو مع ماريو. باص الكرة عند أونال. التف. سدد. ترتد الكرة. لتجد رودري. يسددها كيفما جاءت. يصوبها في المكان المناسب. يضع كرة في الشباك. اسبانيول كرة تفاجأ بها دييغو لوبيز. تعلن عن تقدم فياريال 1-0 على حساب اسبانيول. تغيرت النتيجة الآن بهدف فريق فياريال. فياريال يتقدم 1-0 على حساب منافس فريق اسبانيول. كرة انتظرها جمهور اسبانيول. انتظرها طوال 85 دقيقة. كرة يقف عليها جرانيرا. ونافارو. من سيصاب؟ جرانيرو في المرمى. التعادل لفريق اسبانيول. اسمه القرصان والقرصان يتمكن من ادراك التعادل. يعد الكف جرانيرو. جرانيرو يتمكن القرصان من فرض التعادل. هنا عوده للكره اللي يضرها باكا اللي ضيع في الكره. لابد ان يقبل يا باكا. ضيع باكا كرة تأكيد الفوز ليأتي هدف التعديل عن طريق ستيفان جرانيرو. فريق اسبانيول فريق التعادلات سيتعادل للمرة الثالثة على التوالي. أمامنا كرة جرانيرو أرسلها باتجاه المرمى. حارس المرمى سينخو كان صعب جدا أن يفعل شيء لهذه الكرة. ظل واقف في مكانه استمتع بها سينخو. كرة جرانيرو استقرت الشبكة. جرانيرو لاعب سابق لريال مدريد لختافي. لعب في الانجليز مع كوينز بارك رينجرز ولعب ايضا مع السوسيداد. يعدل الكفه 1-1.